تمام. إذا هلا نتطرق لموضوع اللي هو speed of convergence للسيكنت ميثود. هلا السيكنت ميثود بس تذكير فيها إنه هاي الإتريشن اللي لها بلزمك two initial points P0 P1 حتى نطلع P2 إذا بتذكروا. هاي هي الإتريشن تاعت السيكنت ميثود. والسؤال بيطرح نفسه هلا، ما هي الـ order of convergence وما هو الـ asymptotic error constant لهاي الإتريشن اللي هو بين قوسين اللي هو speed of convergence لهي الميثود. هلا في عندنا تو كيسز. الكيس الاولى اذا كان عندك root symbol يعني m equal 1 المالتيبلسيتي equal 1، معناته في هاي الحاله secant iteration bn اللي هو بهاي الصوره بنحصل عليها راح تكون converge للروت b with ال order of convergence هو هذا الرقم 1.618، والاسيمبتوتيك ايرور كونستانت بهي الصوره اللي بقدر احصل عليه من خلال التيبل، بقدر احصل عليه ايضا بطريقه مباشره بهي الصوره انه هو عباره عن المشتقه الثانيه ل f and b على 2 f فتحه all to the power، لاحظوا الرقم اللي هون 0.618، في فرق بين الرقم اللي هون والرقم اللي هون. هلا الرقم الاوردر اوف كونفرجنس بيجي نفسه بتعريف الاسيمبتوتيك ايرور كونستانت. اذا بدي اطلع الاسيمبتوتيك ايرور كونستانت من خلال التيبل هيو مثل ما باي ديفينيشن يعني ما تغيرش شيء، ولكن اذا بدي احصل على هذا الاسيمبتوتيك ايرور كونستانت يعني عن طريق الحسابات بسرعه، فبدي اطلع المشتقه الثانيه، طلع المشتقه الاولى وبقسم المشتقه الثانيه على ضعف المشتقه الاولى، الرقم اللي بيطلع معك قيمه مطلقه باخذ له تو ذا باور 0.618. فهذا الحكي فقط اذا كان الروت اللي عندي هو سمبل، بينما اذا كان الروت اللي عندي مالتيبل يعني المالتيبلسيتي له اكبر من واحد، معناته هاي السيكند اتريشن ستيل كونفيرج تو ذا روت بي. بس ايش هلا بصير عندك الاوردر اوف كونفيرجنس هون ابطا شوي، يعني هاي اسرع ديروا بالكم، هاي ابطا شوي، بصير الاوردر اوف كونفيرجنس هو واحد، بينما الاسيمبتوتيك ايرور كونستانت بيعتمد على شكل الفانكشن اف. يعني لو بدنا نروح نطلع له الفورمولا بتطلع الفورمولا يعني بالفعل بتعتمد على اف كيف نطلع شكل الفانكشن اف. يعني اذا بتغير الاتريشن اللي الفانكشن اف مبني عليها الاسيمبتوتيك ايرور كونستانت طبعا بيسكلي بالتاكيد راح يعتمد عليها. هلا ناخذ اكزامبل تطبيق مباشر على سبيد للسيكنت. مثلا على فرض حكينا هاي بي 0 سالب 2.6 وبي 1 سالب 0 سالب 2.4، وبدنا نستخدم السيكنت ميثود. ليش؟ اول حاجه فايند ذا روت b equal سالب 2 لهذا الفانكشن. اذا هذا الفانكشن تكعيبي، وبالتالي يفترض انه هذا الفانكشن مثلا يكون في له ثلاثه روتس، ولكن يبدو انه بعض هاي الروتس احتمال يكون مثلا لو بدنا نرسم الفانكشن يعني هيك على الرسمه السريعه مثلا حتى نشوف مع بعض الروت، فهي شير سكرين لكم. وهي الفانكشن تبعنا اللي هو عبارة عن x تكعيب بعدين ايش ناقص 3x وزائد 2. اوكي سو الروتس اللي عندنا هون راح يطلعوا كالتالي. في عندي انا طبعا هذا البولينوميا من الدرجة الثالثة، اذا نفترض انه يكون في له ثلاثة روتس، لكن في عندي انا هون روت حقيقي سالب 2، وفي عندي كمان روت اللي هو الواحد، وكمان في واحد كومبلكس. فعشان هيك اللي مبينين معي هو فقط 2 روتس. هلا شو بدنا نعمل احنا؟ بدنا نعمل ابروكسيميشن للروت ايش؟ سالب 2. فالسؤال بحكي لك فايند هذا الروت. اوكي فايند هذا الروت معطيك بي 0 ومعطيك بي 1. فما دام حكي لك فايند بروح بسوي جدول وبطوله. فهي الجدول تبعنا. فانا هون بدي ضل ماشي على الفيكس بوينت اتريشن تمني اطلع الروت. فانا معي بي 0 معطاي، بي 1 معطى، كيف بدي اطلع بي 2 هلا؟ بروح على القاعده تبعتنا هي بي 2، بطبق تطبيق مباشر هون وبطلع بي 2، ومن بي 2 بطلع بي 3، اي من بي 2 بطلع بي 3، ومن بي 3 بي 4، بصير عمالي بقرب على 2، بقرب على 8، الكالكوليتر بتصير تعطيك ايش؟ سالب 2 عند البي 7. وبهي الصوره طبعا انا طلعت الروت وجاوبت على الفرع الاول من السؤال. هلا نشوف الفرع الثاني من السؤال. بحكي لك رقم 2 اعطيني الاوردر اوف كونفرجنس ار لهذا الروت سالب 2. هلا نتذكر نحن بنشتغل على ايش؟
بنشتغل احنا على السيكنت ميثود. فلما بنشتغل على السيكنت ميثود اللي بتطلع الاوردر اوف كونفرجنس ده، ذكر الكيسز اللي عندي هون، هل انا بشتغل على روت سمبل ولا بشتغل على روت مالتيبل. فبدي اتاكد منه ان الروت اذا كان سمبل ولا لا. فشو بعمل؟ بيجي على روت سالب 2 واكتشف انه هو عباره عن سمبل روت، لانه هو فقط بيسفر الفانكشن اف بينما المشتقه الاولى بيسفرهاش. بمعنى انه بدك تيجي هون على الفانكشن اف، المشتقه الاولى شو راح تطلع معك؟ 3 اكس تربيع ناقص 3، فهي عباره عن المشتقه الاولى اللي هي اف فتحه. فاذا بتعوض في اف فتحه عند السالب 2 راح يطلع معك 9، فدام طلع معك 9 لا يساوي 0، معناتها نحن بنحكي عن ايش؟ بنحكي عن سمبل روت. ما دام بنحكي عن سمبل روت اوكي، معناته الاوردر اوف كونفرجنس هو عباره عن 1.618، تمام. وبالتالي نحن بنكون ايش؟ جاوبنا على الفرع رقم 2. اذا هاي الصوره بيطلع معنا الاوردر اوف كونفرجنس تطبيق مباشر على هاي النظريه 1.618. هلا الفرع الثالث بدنا نطلع الاسيمبتوتيك ايرور كونستنت. ما دام هو سمبل روت، هاي الاسيمبتوتيك ايرور كونستنت بقدر اطلع مباشره المشتقة الثانية على ضعف المشتقة الأولى عند السالب 2 to the power 0.618. فأنا موجود معي المشتقة الأولى، بروح بطلع كمان المشتقة الثانية، فبتطلع معي المشتقة الثانية اللي هي عبارة عن 6x. هلا شو بروح بعمل؟ بعوض المشتقة، بعوض الروت في المشتقة الأولى وبعوضها كمان مرة في المشتقة الثانية. طبعا لما عوضناه في المشتقة الأولى طلع الجواب 9، فلازم نحط هون محل هاي 9. ولما بعوضها هلا في المشتقة الثانية سالب 2 بيطلع عندك ايش؟ اللي هو في البسط هون بيطلع معك سالب 12. فالجواب سالب 12 تقسيم سالب 18 اللي هو بيطلع معك 2 على 3 قوة 0.618، وبيطلع معك الاسيمبتوتيك ايرور كونستنت بهي الصورة. وبهي طبعا نحن طلعناه ايش؟ طلعناه بطريقة مباشرة، يعني على حسابات بطريقة مباشرة. هلا اخر فرع من السؤال شو بحكي لنا؟ بروف بارت 3 نيوميريكالي، يعني روح طلع لي بارت 3 من التيبل اللي هو اثبت الاسيمبتوتيك ايرور كونستنت من خلال التيبل. اوكي، اذا بدك نثبت انه ايه قريب على هذا الرقم من خلال التيبل، ساعتها بدنا نستخدم هاي المعلومات. بدي اروح اطلع ايه من خلال التيبل هاي نيوميريكالي. ف ننساش الرقم اللي هون اللي هو الاوردر اوف كونفرجنس، وايضا تنسوش كمان انه الروت معطى معي. الروت انا بعرف اللي هو سالب 2 معطى معي. اذا لما بنروح هلا على التيبل، لما بدك تيجي تاخذ الايرور، تاخذ الايرور بي ناقص بي ان، مش بتاخذ الجديد ناقص اللي قبله، لانه انا اصلا بعرف الروت بي. يعني كنا بالاول ناخذ مثلا بي ان بلس 1 ناقص بي ان، تمام. بس هون انا اصلا بعرف الروت بي وعباره عن سالب 2 وبالتالي معروف، فاسرع فالافضل انك تاخذ بي ان، انه تاخذ الايرور هو عباره عن البي ناقص الاتريشن رقم ان. اوكي، هلا شو بنعمل؟ انا عندك هون هي بي 0 هي بي 1. هلا مثلا اذا بدك تطلع مثلا اي 0 بتاخذ يعني المحل لما تبقى ان 0، هي بي 0 هيها، فبتاخذ سالب 2 ناقص 2.6 وبيطلع 0.6 بالموجب كيف مطلقه. بعدين شو بدك تطلع بي 1، بتاخذ الفرق بين سالب 2 و 4 بالعشرة والسالب 2 فبطلع 4 بالعشرة. هلا نفس الحاجة لما ان تساوي 2 بتاخذ الفرق بين هاي يعني كيم سالب 2، فبضل الارقام هاي بتضل قيمة مطلقة. هلا بتصفي الارقام هاي بتضل قيمة مطلقة لأن الروت بي معروف معي. بعدين بصير هاي الارقام، بعدين مش هاي الارقام، ها بضلك مكمل بهاي الصورة لأنك تصل بالاخر الفرق بصير زيرو. هلا العمود الثالث هو اللي بدي اعمل لك ابروكسيميشن للاسيمبتوتيك ايرور كونستنت اي. بمعنى انه بروح هلا بكتب الفورمولا الصحيحه تاعت الاسيمبتوتيك ايرور كونستنت اي، وبيجي بحكي مثلا لما ان ايكوال 0 بدك تقسم اي 1 هيها على اللي قبلها، والجواب اللي بيطلع معك ايش؟ طبعا الاي ان اللي في المقام تنساش اللي في المقام، ترفع تو ذا باور 1.618 وبطلع معك الرقم اللي بالاسود هون. بعدين ايش؟ لما ان ايكوال 1 بصير عندك اي 2 تقسيم اي 1 تو ذا باور، هي اي 2 تقسيم اي 1. بعدين ايش؟ اللي بعده تقسيم هاي بعطيك اللي بالاسود. بعدين ايش اللي بعده؟ تقسيم اللي قبله بعطيك اللي بالاسود. بعدين ايش؟
اللي بعده تقسيم اللي قبله بعطيك اللي بالأسود، تمام؟ بعدين ايش اللي بعده تقسيم اللي قبله بعطيك اللي بالأحمر، بعدين ايش بتوقف لأنه هون بصير أصفار، هلا زيروز ما بزبط خلص. فعندك أنت هون بتوقف، فبصير عندك إيه تقريبا، هي عبارة عن ايش 0.7271009 7، وهي قيمة قريبة تقريبا من القيمة ايش الترو فاليو اللي هي 0.77835105. فبهي الطريقة بقدر اعمل دائما numerical approximation للاسيمبتوتيك ايرور كونستنت. هون عامل زي ملاحظة حاكي انه الاوردر اوف كونفرجنس تبعنا اللي هون ممكن احصل عليه من خلال هاي العلاقة اللي هي 1 زائد جذر 5 على 2 just for knowledge، وهي كمان justification للتيبل. ممكن خلال التيبل تقدر تعرف ان الكونفرجنس للسيكنت ميثود اند الروت سالب 2 تشتغل كالتالي. مثلا انا مطلع اي 5 مثلا، هاي اي 5 صح؟ وانا زي مثال فقط يعني، هاي اي 5، بعدين مطلع اي 4، هاي اي 4 اللي قبلها عشان تعرف تحسب يعني، بس تطلع اي 4 بدك تاخذ لها الباور هاي، فهي اي 4 تو ذيس باور كويس، بيطلع معك هاي القيمه. فانت طلعنا هنا الاي 4. هلا اذا بتقسم، اذا بتقسم اي 5 على اي 4 كو 1.61 بيطلع معك ايش؟ اذا بتقسم اي 5 على اي 4 تو ذا باور 1.618 بيطلع معك هذا الجواب، تمام؟ فهي كيف تحسب التيبل بطريقه صحيحه. هلا المعلومه المهمه الاخرى والاخيره في تشابتر 2 انه اذا بدك تروح تطلع مثلا سبيد اوف كونفرجنس للباي سكشن ميثود، فبطلع معك هنا يعني هاي يعني اختصرتها بهي الصوره اللي هي عباره عن ار ايكوال 1 و اي ايكوال نص بغض النظر عن الروت. اذا هو للباي سكشن ميثود الاوردر اوف كونفرجنس 1 والاسيمبتوتيك ايرور نص، وبالتالي بما انه الاوردر اوف كونفرجنس واحد، ركز معي، بما انه الاوردر اوف كونفرجنس واحد ممكن انا اعمل ابروكسيميشن للاسيمبتوتيك ايرور كونستانت من خلال هاي الفورمولا، لانه معروف معي ار ايكوال واحد، يعني هون في عندي واحد هون، فاذا طلب مني اعمل ابروكسيميشن للاسيمبتوتيك ايرور كونستانت اي اذا استخدمت الباي سكشن ميثود فعمليه الابروكسيميشن، بس بطلع هاي في العمود الاخير اللي هون. العمود الاخير بيكون عندك اي ان بلس 1 على اي ان فقط، تمام، للباي سكشن، لانه ار هون ايكوال 1، والمفروض يطلع معنا ايه اذا بنعملها من خلال التيبل تطلع رقم قريب على النص. بينما نفس النتيجه ايضا بالنسبه لمين؟ للفولس بوزيشن ميثود. اوكي، للفولس بوزيشن ميثود، يعني هذول عباره عن الباي سكشن والفولس بوزيشن ميثود اللي هم عباره عن البراكتنج ميثودز، فنفس الحاجه بيطلع معك ايضا ار ايكوال 1، وايضا بالنسبه للاسيمبتوتيك ايرور كونستانت اي ما بيطلع معنا رقم ثابت، ولكن هو يعتمد على الفانكشن اف، وبالتالي ممكن اعمل ابروكسيميشن للاسيمبتوتيك ايرور كونستانت من خلال هاي الفورمولا حسب التعريف. ولاحظوا اني انا حاطط هون ايش محل ار 1 لانه سبيد الاوردر اوف كونفرجنس للفولس بوزيشن ميثود هي عباره عن 1، وبالتالي اذا بدي اقرب الاسيمبتوتيك ايرور كونستانت بقربه بهاي الفورمولا اللي هي شبيهة في الفورمولا تاعت البايسكشن ميثود. الفرق بينهم انه البايسكشن ميثود A الترو فاليو هي نص، وممكن اقربها بهي الصورة وهي لازم تطلع عندي رقم قريب على النص، بينما الفولس بوزيشن ميثود ممكن يتغير A، وبالتالي انا فقط بقدر احصل على A من خلال التيبل بهي الصورة. وهيك يا جماعة طبعا نحن بنختم chapter 2 completely.